خليني أستعرض مع حضراتكم بعض هذه المقالات الدولية أو بعض العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الدولية على إلغاء هذه الزيارة من قبل بنيامين نتنياهو. على سبيل المثال صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قالت إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي أحدث مظاهر الخلاف العلني بينه وبين الإدارة الأمريكية. أيضا على الجانب الآخر مثال تاني وكالة بلومبرج بدورها قالت في تقرير أن إلغاء نتنياهو لزيارة وفد بلاده بشأن رفح وموقف واشنطن في مجلس الأمن بيشير إلى تغير التوجه الأمريكي بعد أن كانت الإدارة الأمريكية عرقلت العديد من القرارات في مجلس الأمن الدولي. أيضا مثال آخر شبكة CNN الأمريكية قالت أيضا أن التوتر بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو أصبح واضح للجميع، وطبعا هذا بعد أن ابتعدت واشنطن عن استخدام حق النقد أو الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار أمام مجلس الأمن الدولي. أحد المسؤولين الأمريكيين قال أن قرار نتنياهو بإلغاء زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بخصوص رفح كان رد فعل مبالغ فيه.